وبركاته. اهلا بيكم معانا في The Starving Homies، معاكم لؤي متولي وبس. تلاقوش يا جماعه احنا ما اتفصلناش انا وعمر، بس الحلقه دي هتبقى نوع جديد، هيبقى فلوج. احنا قررنا ان احنا هنعمل من وقت للتاني فلوجات لما نيجي نسافر على الاكلات اللي احنا هنشوفها. هنركز برضو في سكوب الاكل، مش الفود تشالنجز بس، احنا لسه نعمل فود تشالنجز وهي دي اساس الشانل بتاعتنا. بس من وقت للتاني حبينا ان احنا او قررنا ان احنا نبقى كل ما نسافر بلد نعمل فلوج فيها ونوريكم الاكلات هناك عاملة ازاي، ونخش ونشوف بيتعمل ازاي والكلام ده كله. الحلقة بتاعت النهاردة هتبقى في لبنان. لبنان طبعا انا مش هتكلم على اكلها او شعبها او البلد ان جنرال، كلنا عارفين انها بلد جميلة جدا 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 وناسها حلوة جدا جدا جدا، بس برضو اكل في لبنان حاجة تانية. هنعرف في الفيديو ده وهنشوف الاكلات والاماكن، وهقول لكم كل حاجة ليها علاقة بالاكل في لبنان، وكم حاجة كده لما تروحوا هناك لازم تجربوها food related، برضو ليها علاقة بالسويتس، ممكن ليها علاقة بالاكل. هنشوف في الفيديو ده. على عموم يا جدعان، قبل ما نبتدي الفيديو ده احب اقول لكم بس للناس اللي بتتفرج على الفيديو اللي هي vloggers، لو شافت ان في اي حاجه في الفيديو بيتعمل غلط او اي حاجه، احب اعرفكم ان دي اول مره يتعمل فلوج لو كان مني او من عمر في الشانل دي. فلو في اي كومنت او اي حاجه في الفلوج باين انها ممكن تتحسن او بتتعمل غلط او حاجه زي كده، يا ريت تكتب لنا في الكومنتس. احنا we're open ان احنا نعرف نوليدج اكتر عن الموضوع ده عشان نحسن من نفسنا، عشان نوفر ونوري فيديوهات worth انكم كلكم تتفرجوا عليها. على العموم يا جماعه، ما تنسوش في الفيديو ده ان انتوا بجد تدعمونا وتدونا thumbs up وسبسكرايب وشير الفيديو ده في كل مكان تقدروا عليه. ابتدي الفلوج، يلا بينا. دلوقتي بقى احنا رايحين على محل اسمه بربر ده في لبنان، محل معروف مشاوي بقى وشاورما وحاجات جميله. شوف بقى المطعم بيقول ايه. دلوقتي دخلنا بربر. بربر ده محدش شايفه من اسمه غلط يا جماعه، بس ايه، المفروض المكان ده مشهور جدا 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 في لبنان. والاوردر هيبقى كالاتي، هيبقى ايه، هيبقى صحن شاورما بحمص، تمام، فراخ ولحمه، وهنجيب نص كيلو ماكس جريل. عمال اجوع انا شايف، عمال افكر. وهنجيب ايه يا ربي؟ وهنجيب منقوش زعتر. طبعا احنا كنا لازم نجرب المنقوش ده، شيء طبيعي. وبعدين هنخش على الفتوش، نشوف الفتوش عامل ازاي. الزعتر يا جدعان زي الناس، اقسم بالله. حط عليه ايه؟ حط عليه توميه. هو زعتر وتومية ميكس جديد، بس هو طعمه حلو. لا المناقيش هنا حاجة تانية، اقسم بالله. لما يجي الأكل التاني بقى نبقى نكمل في السوق. بصوا بقى، لما انا بقى باكلها كده نعناع، بظبطها بكشري ما يقعش، الزعتر، وبعدين نعناع. انا بقى بحط حته الثوم دي في تكاسل، يا دوب تطلع
طعمه جامد فشخ والله، يعني مفيش كده يا جدعان. مش عارف اقول ايه بقى، فرزعوش ولحمة شوية بطاطس، لا الشاورما ما بتاكلش شاورما في مصر مبدئيا، شاورما الفراخ او اللحمه ما بتاكلش شاورما في مصر. بص كمان يا عم لبنان بلد التشالنجز فعلا، انا فيها تشالنجز على طول. انا مش عارف اظبط الكاميرا من كمية الاكل اللي موجودة على الترابيزه، بس نجرب بقى الاختراع الراجل ده. نجيب العيش الحار ونحط كباب ده بشيش طاووق، شيش طاووق على كفتة على حبة بطاطس، نلفه ونعمله، يطلع لك الفاينل. بص عامله ازاي الاثنين يا جماعه. دلوقتي رايح مكان اسمه ليتل بانكوك. المفروض المكان ده معروف انه مكان ايجن في لبنان، يعني حاجه لازم نروحها على طول. فيلا نروح ونجرب نشوف الصين بتقول ايه يا جماعه، او ده تايلاندي، شوف تايلاندي بتقول ايه. يلا بينا. دامبلينجز يا جماعه اللي احنا بنشوفها في التلفزيون كتير قوي، بيبقى شكلها غريب بس هي بتبقى محشيه فراخ يا جمبري حاجه زي كده، طعمها فظيع جدا بجد. الصويا صوص عليها تغرق كله مره واحده على طول، طعمها فعلا حلو، لازم تجربوها. اسمها سلطه ايه؟ ورصاص كول. بابايا صادق؟ معمولة من ايه طيب؟ بابايا. يعني ايه بابايا بالعربي؟ دي بقى البابايا صادق معمولة من بابايا، هبقى اكتب لكم هنا بقى اسم البابايا ايه بالعربي عشان انا فعلا مش عارف، بس هي غريبة بس جميلة.
فيها جبنة وبابايا وجزر وفلفل. ده نودلز؟ ايه ده؟ وجزر بابايا خالص يعني. طبعا ما كنتش هقضيها اكل بس في لبنان، كنت لازم اروح اشوف الجبل هناك واركب التلفريك. بيبقى منظر جميل بالذات وانا في الشتاء، كانت الدنيا بتمطر ودخلنا جوه البركان. البركان ده يا جماعه انتوا لازم تخشوه، درجه الحراره من جوه ما بتتغيرش، بتفضل 18 درجه مئويه. هتشوفوا دلوقتي المنظر عامل ازاي، منظر فعلا بيبقى خرافي. لما تخلصوا التور بتاعه الجبل هناك تخشوا جوه المغاره، هتطلعوا وتخشوا متحف فيه ناس زي ام كلثوم، بيبقى فيه حسني مبارك، والناس كلها مش معموله من واكس، بتبقى معموله من سيليكون. منظرهم بيبقى حقيقي جدا جدا جدا. وطبعا زي ما انتم شايفين صباح، وده الفستان بتاعها اللي هي اتبرعت بيه للمنظمه. لبنان جميله جدا 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 بجد. بس طبعا starving homies، نخش على المطاعم ونشوف الدنيا عاملة ازاي. ودلوقتي رايحين مكان في بيبلوس اسمه خان جبيل، راح نشوف شو الوضع عنده وراح نشوف.
ده بقى السجق لقانك عندهم يعني. بس شكلها مغري بجد، شكلها غريب. هي بتدبس رمان، بتدبس رمان علمها. وعندنا برضو الايه؟ ايه ده؟ راس عصفور. ايه؟ راس عصفور. ودي راس عصفور يا جدعان. وده يبقى تشيكن وينز. تشيكن وينز جت، يبقى وينز جديدة. مش عند حد. اوكي. ايه ده بقى؟ حلومي. جبنا الحلومي احلى جبنة. انا لسه انا مش عارف اقول لكم حاجة يعني، بس جبنة جبنة يعني. الوينز اهي بالليمون وباستو، مش زي بتاعت الحته التانيه اللي بناكلها عندنا يعني. بس طعمها غريب، طعمها جديد، طعمها جميل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده في مطعم كريب، هناكل كريب لبناني. هنشوف ونقول. للأسف يا جماعة أنا ما كملتش ريفيو على المكان بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، نسيت الكاميرا وكملت في الأكل. على العموم شوفوا المكان الجاي هيعجبكم جدا وتعلموا منه. ودلوقتي مستنيين بقى نخش نشوف الورك شوب، الشوكولاته بتتعمل ازاي من اولها لاخرها وتاريخ الشوكولاته، وفي الاخر نشوف لو نعرف ناخد كام شوكولاته واحنا ماشيين، اقول لكم طعمها عامل ازاي. We'll be right back.
بس المكان ده بيعلمكم ازاي تعملوا شوكولاتة، المكان ده بيبقى فيه تحت شوكليت ميوزيوم بيقول لكم ازاي الشوكولاتة اتعملت، الناس لقيتها فين، ايه هي انواع الشوكولاتة، والشوكولاتة سببت في حروب ايه ايام زمان. المكان ده اي حد في لبنان لازم يروحه. ده يا جماعة اخر فيديو عندنا، كان اخر يوم ليا هناك، طبعا ما قدرتش اقاوم ورجعت البربر تاني وكنت عايز اجرب منه الشاورما لايف بقى، مش وانا قاعد داينين والكلام ده، ان انا اخدها بايدي على طول. طبعا انتوا شايفين الشاورما نازلة ازاي، هو الشاورما بصراحة عشان ما نكدبش على بعض زي الشاورما اللي بتنزل من عندنا، بس هناك التتبيلة بتاعت الفراخ بتاعتهم حاجة تانية، غير ان الشاورما هناك عندهم حاجة مقدسة، المنقوشة هي الحاجة اللي عاملة أزمة في البلد من كتر طعمها حلو. أنا هنا كنت طالب صفيحة لحمة وطالب صفيحة، أو مش صفيحة، أنا معرفش صفيحة دي إيه، بس هو كان كل شوية عاملين إيه يقولولي صفيحة ومش صفيحة والكلام ده، بس الجاية اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي اللي هي هتبقى جبنة حلومي عليها لقانق اللي هو سجق، شوفوا منظرها عامل إزاي، وهي طالعة دلوقتي من الفرن بتتكلم عن نفسها، اتفرجوا بقى عيشوا شوية. وبكده نكون خلصنا الفلوج بتاع النهاردة بتاع لبنان، نهاريت يا جماعة يكون عجبكم، هديكم ريفيو صغير عن لبنان. لبنان شعبها شعب كريم وجميل وبيشيلوا الواحد فوق الراس بجد، بلد جميلة، مناظر خلابة، هتعوزوا ان انتوا تروحوا هناك وتشوفوا المناظر دي وتجربوا الاكل، وذر انه اكل صيني او اكل لبناني او اكل اجنبي، اي نوع من انواع الاكل، ان هناك الحاجات كلها بتبقى طعمها حلو، الشعب كله سعيد وبيحبوا المصريين جدا هناك، في حاجات كتير قوي وحتت كتيره لازم تروحوها وتزوروها وتجربوا، وكل الحاجات دي بتبقى اكسبيرينس انا بحاول انا او عمرو ننقلها لكم يا جماعه. في اخر الفيديو ده بليز انتوا لازم يا جماعه تدعمونا وتدونا للفيديو ده لو عجبكم ثامز اب وسبسكرايب للفيديو وشير في كل مكان. السلام عليكم.